بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم. النهارده هنتكلم في موضوع هو مقلق للجميع كالعاده، بصفه يعني كل الناس بتشتكي منه، موضوع اللي هو الدهون او موضوع السمن. النهارده هنحط شبه برنامج بسيط كده، ودايما بنراعي في البرامج اللي احنا يعني بنحاول نقدمها لكم ان تكون غير مكلفه، ويبقى هو نظام غذائي، يعني نظام غذائي او نظام اكل. يعني حتى انا مش عاوز ادخلك في موضوع انك تستعمل عشبه كذا او عشبه كذا او عشبه كذا، لا، انا بركز انك انت يبقى في الطعام بتاعك. فهنا يبقى الوجبه، يعني النظام اللي عندنا الطبق الاساسي او الامر الاساسي عندنا هو موضوع طبق الفطار. طبق الفطار هو اساسي، هيكون بيتكون من الجبنه القريش او اللي هي الجبنه منزوعه الدسم، واللهم صل على سيدنا محمد، وثمره طماطم، ثمره خيار، ثمره فلفل، كمون مطحون، زيت بذر الكتان او زيت الحار. احنا بنجيب الشوكه وبهرس الجبنه، اخليها تبقى يعني شبه ناعمه كده، وبقطع الطماطم زي ما انا بحب، على حسب ما انا بحب، واحطها على الجبنه. حبيت تضيف خيار براحتك، بس الفلفل اساسي عشان ماده مضاد للاكسده وبيساعد في العمليه نفسها. الـ 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 الخلطه ديت او المجموعه ديت بضيف لها على نفس المقادير دي، بضيف لها من معلقه لمعلقتين كبار زيت بذر الكتان او زيت الحار، طبعا هو معروف يعني بصفه عامه. وبحط من نص معلقه صغيره لمعلقه صغيره كامله الكمون. ده بالنسبه لوجبه الفطار. طبعا بنتجنب السكريات بصفه عامه، بنتكلم من جانب الحلويات والفواكه اللي هي زي العنب والتين والمانجا، الموز برضو يعني صباع واحد ممكن في اليوم يبقى بين الوجبتين. بالنسبة للغدا، قطعة فرخة مشوية، قطعة لحمة مشوية، ممكن سمكتين صغير يعني مش حجم كبير مشوي، مع نص رغيف او معلقتين اتنين رز. وبحاول اكون لو السمك باكل معاه بتنجان مشوي متملح بليمون، ما تحطش عليه ملح، شويه كمون وكده. العشاء زبدياه وثمره فاكهه، ويفضل تفاح. ده بالنسبه لايه؟ للاكل بتاع اليوم. طبعا بتجنب كثره يعني المشاريب الكتيره اللي فيها السكريات، حتى ونحاول على قدر الامكان احنا نتجنب موضوع الشاي والقهوه والعادات دي. بشرب سوائل كتير، يفضل قبل الاكل يوميا، يعني قبل كل وجبه بمثلا نص ساعه، لما يقلش عن نص ساعه اشرب ما لا يقل عن كوبايتين ميه. دي عمليه غسيل كمان، وبتنزل الاملاح اللي في الجسم، لان الاملاح بتخزن سوائل، ودي بتعتبر زي ان انا بنضف مكان وبغسله وبينقي الدم. ده بالنسبه لمجربتنا النهارده والنظام، واتمنى تكون تعجبكم ونستفيد جميعا منها. وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.